فيما يخص هذا الملف ديال المتعاقدين والذي صدرنا في شأنه على الأقل يعني بلاغين على المكتب السياسي، هو نعتبر أن من الضروري ضمان جميع تمتيع هذه الفئة بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملائهم في الوظيفة العمومية. طب بقيت نقطة واحدة ربما قد نختلف حولها، وهي هل التوظيف يعني الاندماج في الوظيفة العمومية كما يطالب بذلك المعنيون بالأمر، أم الاندماج أو التوظيف في إطار الجهوية في إطار الجهة؟ أنا أظن هذه المسألة ينبغي أن تناقش، لأن أولا هناك العديد من الفئات التي تشتغل في إطار المؤسسات العمومية إلى غير ذلك، عندها هذا النظام، هذا نظام ديال يعني ما عندهاش نظام ديال الوظيفة العمومية، وربما في بعض الأحيان تستفيد بامتيازات أكثر من الامتيازات التي يستفيد عليها الموظفون، ولكن يعني أملنا هو أن تكون هناك مقاربة يعني كاملة للوظيفة العمومية، وأن لا يكون هناك التمايز بين المواطنين، ولا سيما فيما يخص هذا يعني التعليم، لأن التعليم أساسي، ينبغي أن يعني يتمتع الأستاذ ويعني المعلم بالاستقرار النفسي وبالاستقرار الاجتماعي وبالأمان، وبالتالي ضروري من فتح قنوات النقاش. يوم السبت طبعا الحزب سيجتمع غدا المكتب السياسي، ولا يمكن ان نسبق الاحداث. انا كموقف شخصي يعني ربما كانت هناك يعني مبالغه في التدخل، يمكننا فض الاعتصام بطرق سلميه كما كانت يعني كانت الاحتجاجات السلميه، وبالتالي علينا ان نجتهد اكثر في جانب الحكمة الأمنية، حتى يعني إن العنف يولد العنف، يعني إذا تجنبنا العنف قدر الإمكان سيكون ذلك أحسن بالنسبة يعني لأمننا وبالنسبة لشعبنا. وأظن أن نتمنى أن لا تتكرر مثل هذه التدخلات.